بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، مظاهر مؤسفة الحقيقة رأيناها بعد فيضان ليبيا المأساوي حقيقة. في البداية ندعو بالرحمة لكل من قضى نحبه في هذه المأساة، ونسأل الله عز وجل أن يحفظنا ويحفظ بلاد المسلمين والعالم أجمع إن شاء الله. انظروا أحبتي في الله، أحببت أنا فقط أن أتأمل معكم الحقيقة يعني هذا المشهد الذي لم يستغرق سوى ساعات قليلة. انظروا هذا شكل المدينة بعد الإعصار، خلال ساعات قليلة فقط تدفق الماء بشكل مفاجئ من الأعلى، من خلف المدينة من الأعلى، بسبب هذا الإعصار الذي أنتج الرياح وأنتج الأمطار ودمر السدود وساهم بدفع الماء بعنف إلى هذه المدينة ذات المستوى المنخفض، لأن هذه المدينة تقع على ساحل البحر. فانظروا كيف أصبح حال المدينة مع العلم أنها كانت قبل الإعصار هكذا. سبحان الله، انظروا. يعني أنا أريد أن نأخذ عبرة أيها الأحبة، نريد أن نعتبر، لأن قلوبنا لاهية، شغلتنا هذه الحياة الدنيا، أصبح أكبر همنا الدنيا. لذلك نريد أن نتذكر إخوتنا الذين عانوا وخضعوا لهذا البلاء، وأسأل الله أن يرفع البلاء عن الجميع، وأن نتذكر دائما أن مثل هذا البلاء يمكن أن يصيبنا في أي لحظة. يعني انظر أخي الحبيب إلى هذه المدينة، حقيقة مدينة تزخر بأنواع الحياة، فيها المنازل، فيها المحلات، المتاجر، النباتات، وهنا شاطئ البحر، والحياة هادئة ومستقرة، ولم يكن أحد يتوقع أن يحدث مثل هذا الشيء. سبحان الله، بمجرد أن بدأ هذا الإعصار وضرب هذه المنطقة، حولها هذه قوة الماء أيها الأحبة. يعني انظر معي أخي الحبيب، هذا بتأثير الماء فقط، يعني لم تستخدم أسلحة دمار شامل هنا، لم تستخدم، يعني حقيقة إذا يعني الحروب تستغرق سنوات حتى تحدث مثل هذه المشاهد أو مثل هذا الدمار، ربما سنوات، ولكن هنا أمر الله جاء خلال ساعات قليلة. انظر كيف أحدث هذا الدمار الهائل، هذه الكوارث المؤسفة حقا، وهي ليست ببعيدة عنا أيها الأحبة. هنا هذا شارع، وهنا طبعا الإنارة كما نرى، وهذه أبنية هنا فيها المتاجر والأسواق والمحلات والمنازل، وهذا الشارع كان قبل ليلة، يعني كان الشارع يعج بالحياة. انظر كمية من الماء كيف حولته إلى هذا الشكل. هذه قدرة الله أيها الإنسان. والله أيها الأحبة، البارئ عز وجل لو أراد أن يدمر هذه الأرض خلال ثانية يدمرها، هزة أرضية عنيفة تدمرها. انظر، يعني انظر معي هذه المشاهد، أنا حقيقة تجعلني أتفكر. مثل هذا الإنسان وصاحب هذه السيارة وصاحب هذه المنازل هنا، هذا كان لديه مشاغل ولديه أحلام ولديه طموحات ولديه أعمال سيقوم بها في اليوم التالي، وربما جزء منهم كان لديه خلافات مع آخرين ويحاول حلها ويحمل في رأسه الكثير من الهموم، وهو
لم يتوقع أبدا. أنا أريدك أخي الحبيب أن تضع نفسك مكان هؤلاء الناس. النسبة العظمى لم يكونوا يتوقعون، بل الكل طبعا، يعني لا أحد يتمنى الشر لنفسه ولا أحد يتوقع الشر لنفسه. فمثل هذا الإنسان كان لديه أعمال ولديه طموحات ولديه عمل في اليوم التالي ولديه مشاكل سيحلها. سبحان الله، خلال الليل، خلال ساعة، وربما يعني هذا الطوفان عندما جاء وجرف هذه السيارات ودمر المنازل لم تستغرق إلا دقائق، يعني إغراق بيت، لأن الماء ارتفع لأكثر من 4 أمتار. أيها الأحبة، الماء غمر هذه الأماكن، يعني ربما لو كان هنا في هذه المنازل أطفال أو نساء أو شيوخ يعني عجز لا يستطيع أن يغادر. انظر إلى هذا المشهد أخي الحبيب، هنا كانت البيوت وكانت السيارات وهذه كلها الشوارع، وهذا شاطئ البحر، مدينة تعج بالحركة والحياة. انظر، هذا هو مجرى السيل. السيل جاء أيها الأحبة كما قلنا من أعلى المدينة من الخلف، وتدفقت يعني كميات هائلة من الماء خلال زمن قصير، تجرف في طريقها كل ما تصادفه من أتربة ومن بقايا المباني المهدمة، كلها تنجرف وتصب هنا في هذا البحر، وجرفت معها مئات الناس أيضا الذين غرقوا. سبحان الله، يعني والله أيها الأحبة، هذا يجعلنا نتأمل نتفكر. لا نأمن مكر الله، لا نأمن هذه الدنيا حقيقة، لا نأمن أن نعيش للغد. ربما الآن وأنت جالس في بيتك في يعني كما قال الله تعالى: أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. يعني انظر إلى هذه المدينة هنا، انظر السيل عندما جاء كم دمر وكم أحدث وكم قتل من الناس. سبحان الله. فمدينتك أخي الحبيب أينما كنت تعيش لست ببعيد عن مثل هذا المشهد، لأن هذه الكارثة يمكن أن تتكرر، إن لم يكن من خلال الإعصار من خلال الزلزال كما حدث للإخوة في المغرب، نسأل الله لهم الرحمة جميعا، كما حدث في زلزال تركيا من قبل. ونحن قلنا أيها الأحبة، هذه الكوارث سوف تكثر، لأن حبيبكم عليه الصلاة والسلام حدثنا عن علامات الساعة، قال: وتكثر الزلازل. وقال أيضا: إن هناك أمورا عظاما سترونها، سنرى أمور لم نكن نحدث بها أنفسنا أو نتوقعها، سنرى الكثير من هذه الكوارث كل يوم في مكان مختلف. طبعا العبرة أن نتوب إلى الله، يعني هنيئا لمن مات في هذا الزلزال أو في هذا الإعصار، هنيئا لمن مات وكان على الإيمان. انظر معي هنا إلى المجرى، مجرى السيل، انظر على اليمين وعلى اليسار حجم الدمار أيها الأحبة، كلها هذه كانت أبنية تعج بالناس والحركة والأحلام والطموحات والأعمال، اختفت بشكل مفاجئ وفي ساعات قليلة من الليل. انظر معي هنا هذا وكأنه مجرى نهر. سبحان الله. طيب، من يدري أن مثل هذه الكوارث قد تتكرر في أي مكان آخر؟ لذلك أنا كمؤمن أحبتي في الله، عندما أرى هذه المشاهد، أولا أترحم على من مات في هذه المشاهد، أسأل الله أن يصبر أهلهم وذويهم، وأن يعني يؤوي من تشرد، وأن يغني
من أفقره هذا الإعصار، وأن يحفظنا الله جميعا وإياكم من كل شر. المهم أخي الحبيب أن تتذكر لقاء الله عز وجل. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. انظر إلى هذا المسجد، سبحان الله، يعني الدمار من حوله، ويعني سبحان الملك. يعني طبعا الإنسان الذي مات في هذه الحادثة أو في هذا الطوفان، بالفعل هو طوفان، هو طوفان حقيقي، يعني من مات مؤمنا محتسبا صابرا يقول يا رب. والله أيها الأحبة، كما وعدنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه شهيد عند الله، هو الآن فرح عند الله، فرحين بما آتاهم الله من فضله. ينبغي أيضا عندما نرى هذه المشاهد أن نتذكر التحذير الإلهي. الله تعالى يقول ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. انظر هنا أشخاص يبحثون عن أناس دفنوا، كنوز دفنت كان أصحابها يعني يخبئونها في مكان ما، أموال دفنت، متاع الحياة الدنيا. ثق تماما أخي الحبيب، هذه الدنيا لن تدوم، وسوف تلقى الموت. الله تعالى يقول قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، أنت على موعد مع الموت. يعني انظر، هذه السيارة تحتاج إلى رافعة لترفعها وتضعها هنا، هي قوة الماء فقط، يعني قوة تدميرية عجيبة. أنا فعلا أستغرب أن هذه ليست نتيجة حرب، وليست ناتجة عن مثلا حروب بشرية، لا، هذه فقط ماء، كمية من الماء تدفقت فقط، والماء صب في البحر، وهذا السيل يعني تبعثر عبر هذه المدينة المنكوبة. انظر هنا قوة الماء كيف يرفع السيارات، يهدم الأبنية، يغرق الناس. انظر هذه السيارة كيف دخلت هنا في شيء عجيب والله أيها الأحبة. وطبعا هنا تحت أمتعة الناس، انظر هذه المدينة كيف أصبحت بعد أن كانت تعج بالحياة وكانت فيها الأمتعة، وفي هذه كلها خسائر أخي الحبيب. انظر هنا إلى هذا المشهد مثلا، يعني كلها خلال ساعات، على فكرة ساعات قليلة من الليل أحدثت هذا الدمار، دمرت معظم المدينة، غيرت وجه المدينة بالكامل. آلاف القصص هنا، آلاف الناس الذين ماتوا، وكل من مات له قصة، وكل من نجا له قصة. لذلك أيها الأحبة، ما هو علاج الخوف من الزلازل والأعاصير والطوفان والغرق والحرائق وغير ذلك؟ العلاج بسيط، أن تجلس مع نفسك وأنت ترى هذه المناظر وتتذكر قدرة الله عز وجل، وتتذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بكثرة الزلازل وأخبرنا بكثرة القتل. قال ويكثر الهرج، قالوا ما الهرج يا رسول؟ قال القتل. وقال أيضا إن هناك أحداثا كثيرة ستحدث من علامات الساعة الصغرى، ومعظمها حدث، يعني مثلا مثل ظاهرة الخسف، قال عليه الصلاة والسلام ويكثر الخسف، هناك عمليات خسف أيضا عرضناها مؤخرا. انظر هنا كم بيتا خسف به، كم بيت بنتيجة قوة الطوفان هذا الناتج عن الإعصار وعن السدود المائية، كم بيتا هنا خسف به.
وكم منزلا هدم، وكم أسرة شردت، وكم إنسان كان لديه طموحات توقفت. هذا هو الموت أخي الحبيب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أكثروا من ذكر هادم اللذات. أكثروا من ذكر هادم اللذات. ما هو الموت؟ أن كل يوم يجب أن تتذكر الموت. لذلك القرآن ذكر الموت أكثر من 100 مرة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتذكر الموت كل يوم، كل يوم قبل أن تنام، لأن هذا الطوفان جاء والناس نيام، جاء تقريبا بعد الساعة 2 ليلا والناس نيام. أدعو بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها. يعني يا رب هذه النفس يتوفاها الله، كما نعلم الله يتوفى الأنفس حين موتها، حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الأجل ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالنفس هذه تذهب إلى بارئها لحظة النوم، ثم تعود عندما تستيقظ. فأنت كل يوم تموت أخي الحبيب، كل يوم هناك موتة صغرى. طيب كيف علمنا النبي ندعو؟ كان يقول: اللهم إن أمسكت نفسي، يعني إن توفيتني أمسكت نفسي عندك فارحمها، وإن أرسلتها، يعني إذا أرسلت نفسي لجسدي واستيقظت فاحفظها. إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها. وكان طبعا يقرأ آية الكرسي قبل النوم، وكان يؤكد أنه لا يزال عليك حافظ من الله إذا قرأتها في المساء حتى تصبح، وإذا قرأتها صباحا لا يزال عليك حافظ من الله حتى تمسي. فآية الكرسي ضروري، قراءة آية الكرسي، يعني حالة الذين نجوا هنا. نحن لم ندرس حالتهم وماذا قرأوا وماذا فعلوا وحالة من مات، يعني هذه الأمور أخي الحبيب لماذا علمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام؟ لكي نضمن مغفرة الله ورحمة الله عز وجل، سواء عشنا أو متنا، لأنك هكذا أنت ميت. الله تعالى قال لحبيبه عليه الصلاة والسلام: إنك ميت وإنهم ميتون. فإذا لدينا أدعية كثيرة للحفظ، يعني مثلا سيدنا يعقوب عليه السلام عندما اعتمد على نفسه وجعل ابنه يوسف يخفي منامه أو يخفي الرؤيا التي رآها عن إخوته خوفا من أن يكيدوا له كيدا، لم ينقذه هذا من أمر الله عز وجل، لم يغير شيء، لأن أمر الله نافذ وكان أمر الله قدرا مقدورا. فعندما فقد ابنه يوسف، وعندما فقد ابنه الثاني المدلل أيضا، لم يجد أمامه إلا الله عز وجل. ماذا قال؟ قال: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. هذا دعاء مهم أيها الأحبة، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. حتى لو توفاك الله في اللحظة المحددة التي كتبها الله عليك، في لحظة محددة لكل أجل كتاب، فإن شاء الله ستكون في الجنة ما دمت مؤمنا بالله، ما دمت مصدقا بكتاب الله، مصدقا بأنبيائه ورسله واليوم الآخر وملائكته، فأنت ستكون مع الأنبياء إن شاء الله. لذلك أيها الأحبة ينبغي أن نعود إلى الله، أن نكثر من الأدعية، قراءة آية الكرسي، قراءة المعوذتين، دعاء سيدنا يعقوب: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. كذلك دعاء سيدنا يونس وهو في بطن الحوت. يعني أنت إذا كنت في مثل هذا المشهد حبستك المياه، تذكر فورا دعوة سيدنا يونس وهو في بطن الحوت وفي ظلمات البحر: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه الدعوة ينبغي ألا تفارقك أخي الحبيب، يجب أن تحفظها وتدعو بها حتى في حالة الرخاء، في حالة الأمان تدعو بها لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كذلك دعوة سيدنا أيوب عليه السلام عندما مسه الضر وأصابه المرض، قال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. إذن تقول يا رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ودعاء كان يوصينا به سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لرفع الغم والهم والتخلص من المشاكل وللحفظ أيضا. حسبي الله، هذا 7 مرات أيضا تقرأه. عود نفسك على هذه الأدعية، لا تنتظر حتى تأتي الكارثة، لأن هذا اللسان ربما لا ينطق في ذلك الوقت. عود نفسك، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وهناك أيضا الكثير من الأدعية أخي الحبيب يمكن أن تحفظها لتحصن بها نفسك أولا ولتدعو بها في وقت الكارثة، فإذا كتب عليك الموت في لحظة ما تضمن إن شاء الله أن تكون من الفرحين، تكون مع الشهداء والنبيين والصديقين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. إذن إن شاء الله لا داعي للخوف، لا داعي للحزن، ما أصابك لم يكن ليخطئك. وهذه رسالة لكل من تضرر في هذا الطوفان وغيره، اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، ويجب أن تعتقد أن هذه إرادة الله، ويجب أن تعتقد أن هذا الأمر مكتوب عليك قبل أن تخلق، منذ أن كنت جنينا في بطن أمك، عندما يكون عمرك 42 يوما فقط، يعني سنتيمتر واحد، يبعث الله ملكا فيؤمر بكتابة 4 كلمات: الأجل والرزق، الرزق مكتوب، والعمل وشقي أو سعيد. إذن أعمالك هذه وأجلك هذا مكتوب، وكيف ستموت مكتوب، واللحظة التي كتب الله فيها الموت عليك مكتوبة أيضا، كله مفصل، كله في كتاب مبين. أذكركم أيضا بآية أخوتي في الله، لمن فقد أحبته، لمن فقد أهله، رأينا أشخاصا فقدوا كل أسرتهم، لم يبقى من الأسرة إلا واحد. أقول لهم اعلم أن الله تعالى يقول وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. اعلم أن الموت عندما جاء لشخص وأنجى الله منه شخصا آخر، اعلم أن هذا الموت بإذن الله، بتوقيع من الله، بقرار إلهي من الله سبحانه وتعالى. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. يجب أن تعلم أن كل شيء لا يتم إلا بأمر الله، وإن يمسسك الله بضر، الله هو الذي قدر كل هذا أخي الحبيب. ولكن المؤمن يبتلى، بينما الملحد والكافر أمره إلى الله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. اعلم جيدا، من أصابه ضر، من أصابه أذى، من فقد أهله أو ماله أو متاعه أو بيته أو عمله، يجب أن يتذكر هذه الآية: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إذن التجأ إلى الله. وإن يردك بخير فلا رد لفضله.
ربما الله كتب لك خيرا أنت لا تعلمه بعد ذلك. انتظر، لا تتسرع، لا تيأس من رحمة الله، لا تفقد الأمل. سيدنا يعقوب ماذا قال؟ يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الواثقين به، من المطمئنين بذكره، من الفرحين بكلامه، من الراجين لقاءه، أن نرجو لقاءه. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا جميعا وأن يحفظنا وإياكم من كل شر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.